ثم أصدقائي الأعزاء، معنا موزة جميل وصديقة جميلة من ذوي الإرادة. صديقتنا الجميلة بسبب إصابتها بالكانسر فقدت أحد ثقايا بدرا من أعلى الركبة. تحديات كتير بتواجهها، لكنها بقوة إرادتها وعزيمتها بتتغلب عليها وبتواجهها بكل شجاعة. ابتسامة جميلة كلها أمل ورضا وثقة بالنفس وعلى ساق واحدة وعكاز واحد. بتعيش صديقتنا الجميلة حياتها رغم كل التحديات والآلام. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية صاحبة الإرادة وقوة إرادتها، رفضت الإسلام للإعاقة.